بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير الكفتة. الكفتة بلاصوص بأسهل طريقة وتخرج بنينة بالبزاف. هنا عندي كمية نتاع الكفتة تاع الدجاج، تقدروا ديروا تاع الخروف، يعني تبقى على حسب الرغبة. بالنسبة للتوابل عندي الفلفل الأحمر، فلفل أسود والملح، نضيفهم. وبالنسبة يعني هذه راني نحضر معكم اولا الكفتة، غادي نديرها كريات نوجدها، وفي من بعد نزيد نحضر معكم لاصوص، يعني تخرج ولا اروع في البنة. نتمنى تحضروها بهذه الطريقة. هنايا عندي القصبر مفروم ولا مقطع قطع صغيرة، ندير فقط النصف، والنصف الاخر نخليه باش نزيده اللاصوص. هنايا الثوم مربي، نضيف النصف، والنصف الاخر نخليه اللاصوص بهذا الشكل. بسم الله، ندخل كامل هذوك التوابل مع هذيك الكفتة. انا نفضل هذه الطريقة، يعني نحضر الكفتة اولا، نديرها كريات نخليها على جنب، ونحضر لاصوص هكذا في ساعة نكمل ونربح الوقت. وتجي بنينة بنينة بالبزاف، وتغرم، يعني تغرم تولي كمية كبيرة كي تحضروها مع لاصوص، يعني تشبع ماشي كيما اللي نقليوها وحدها بهذا الشكل. ونشكلها كريات تكون تقريبا بنفس الحجم. هنا فقط نتأكد باللي يعني خلطتها مليح. نحاول ندير كريات بنفس الحجم، تكون غير صغيرة كيما هكا. إذا نكمل باقي الكمية ونرجع لكم فيما بعد. وهذه هي الكفتة بعد ما كملتها. الآن ننتقلوا لاصوص. هنايا عندي نص حبة تاع البصل قطعتها بهذا الشكل، عندي زوج حبات تاع الطوماطيش مربيين، وعندي اللي تبقى لي القصبر والثوم. بالنسبة للتوابل عندي هنايا الملح، الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، الكركم، سكنجبير والكمون، وملعقة كبيرة مملوءة تاع صوص طوماط واللي هي الطماطم المصبرة، الزيت، ونحتاج كذلك الماء باش نزيد مع لاصوص باش طيب لي هاد الكفتة فيه. يعني الماء ما غاديش نحتاج بزاف، تقريبا واحد نصف كأس حتى الكأس قل ربع، يعني ما غاديش تاخذ لي كامل كأس. حطيت المقلاة على نار متوسطة كي تسخن، ندير فيها الزيت حوالي 3 ملاعق حتى 4 ملاعق كبيرة تاع الزيت، تخليوها تسخن وتضيفوا البصلة. ونقلي مليح هاد البصلة حتى تدبال، مرة على مرة نحركها. هنايا بعد ما تقلات لي نضيف لها الطوماطيش، يعني تخليو تتبل البصله تاعكم وتزيدوا لها طوماطيش. هنايا نزيد نقليها حتى هي واحد شويه مع البصل، ونضيف لها باقي المكونات. هنايا بعد ما تقلات لي الطوماطيش نزيد نضيف باقي المكونات. هنايا الملعقة كبيرة تاع صوص طوماط والتوابل مع الكمية اللي تبقات لي تاع القصبر والثوم، ونزيد نمرق شوية نزيد نمرق شوية تاع الماء.
نحرك كامل المكونات حتى يتجانسوا. ونحط الحبيبات نتاع الكفتة، نحاول كامل نحطهم بهذا الشكل. وإلا شفتوا باللي يخص المشوية يعني زيدوا تضيفوا شوية الماء للصوص تاعكم. أنا غادي نزيد نضيف لها شوية الماء لأنه راها تبان لي عاقدة. هنايا نزيد شويه الماء، نزيد غير في الجانب هذا الشكل، ونزيد عليها شويه تاع الزيت من فوق، وصايي نغطيها ونخليه حتى الكفته تاعي طيب. وتزيد هذيك لاصوص تزيد تتجمر كطيب لي من جهه السفليه. نقلب كامل الكفته، اذا نغطيها ونخليها طيب. وكيطيب لي من التحت نقلب كامل الكريات تاع الكفته باش يزيدوا يطيبوا لي من فوق، ونخليها تتجمر مليح مليح هذيك لاصوص، ونتلقاو في صحن التقديم. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، كفته بلاصوص باسهل وابسط طريقه، وتخرج بنينه بنينه بالبزاف. شاهدتكم في الجنة إن شاء الله، فرجة ممتعة وشهية طيبة. وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.